صباح الخير أصدقائي، عاملين إيه؟ إجابة عنوان الفيديو هو طبعاً المانجا ممكن تتعمل كيك وألذ كيك كمان بطريقة سهلة جداً ومكونات ما فيهاش أي فزلكة، وهي المكونات العادية لأي كيك. خليني أقول لكم هنحتاج إيه. عندي 120 جرام زبدة طرية، يعني تكون برة التلاجة لما أضغط عليها بصبعي تبقى بالشكل ده، و 100 جرام سكر أبيض، و 2 بيضة، و 200 جرام دقيق أبيض. ممكن أستخدم دقيق كيك أو دقيق جميع الاستعمالات. بالنسبة للمانجا هنحتاج تقريبا مانجيتين بالحجم ده، واحدة فيهم هقطعها مكعبات والتانية هضربها في الخلاط وأعملها بوريه. بعد التقشير والتنظيف هيبقى عندي 200 جرام مكعبات مانجا و 200 جرام بوريه مانجا، وهحتاج معلقة صغيرة بيكنج بودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا وطبعا فانيليا. عندي معلقتين كبار من جوز الهند المبشور. أول حاجة أحط الزبدة الطرية وأضربها ضربة سريعة كده، بس مجرد أني أفككها من بعضها. وبعدين أضيف عليها السكر وأضربها دقايق لحد ما أحس أن السكر امتزج بالزبدة. أضيف البيض وأضربه لحد ما الخليط يبقى كريمي. أضيف بوريه المانجا وأضربه ضربة سريعة كده لحد بس ما يمتزج مع باقي المكونات. يا سلام على ريحة المانجا. دلوقتي هنزل بالمواد الجافة، الدقيق ومعلقة البيكنج باودر ومعلقة البيكنج صودا وكمان كيس الفانيليا. هضربهم لحد ما يمتزجوا مع بعض، لكن ما اطولش في الضرب. مادام ضفت الدقيق للكيك ما ينفعش اضربه فترة طويلة. Thank you.
استخدام السباتولا هلم الجوانب وأقلبها عشان يبقى كله ممزوج كويس مع بعض. وآخر حاجة هضيفها هي مكعبات المانجا، وهقلبها بالسباتولا مش بالمضرب عشان ما تتحرش وتتقطع، عايزينها تبقى قطع زي ما هي. حضرت صينية التوست مقاس 11×28 ودهنتها بالزيت وفردت فيها ورقة زبدة، والفرن يكون متسخن كويس على 170 سيليزيوس. أصب العجينة في الصينية وأسويها بالسباتولا عشان تبقى كلها مستوى واحد. أنضف أي زيادات جت على حواف الصينية عشان ما تتحرقش، وأرش على الوش رشة جوز الهند. جوز الهند بينسجم قوي مع طعم المانجا وبيبقوا لايقين مع بعض جدا. اللي مش بيحب طعمه ممكن يستغنى عنه أو يستخدم فستق بداله. ادخلها الفرن من 45 لـ50 دقيقة لحد ما تستوي. خليني اقطعها واوريكم شكلها من جوه. بصوا طرية وهشة ازاي، وقطع المانجا بتدوب في البق زي الكريمة، طعمها رائع. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناة عشان توصل لكم فيديوهاتي الجديدة. سلام.